احتاج لك احتاج لك، ما نام بس اتخيلك، اشتاق لك وانت بعيد وانت معاي اشتاق لك. احتاج لك احتاج لك، ما نام بس اتخيلك، اشتاق لك وانت بعيد وانت معاي اشتاق لك. وش كثر عاني لو تغيب يا طيب، لا ما بعد اطيب لو تطلع لسابع سما، ما غيرك بقلبي حبيب. وش كثر عاني لو تغيب يا طيب، لا ما بعد اطيب لو تطلع لسابع سما، ما غيرك بقلبي حبيب. ارفق على حالي شوي والحق علي الحق علي. ما خبروك اخر خبر، سلمت قلبي للسهر والصبر، لو عنه دريت ما عاد باقي بصبر. ما خبروك اخر خبر، سلمت نفسي للسهر والصبر، لو عنه دريت ما عاد باقي بصبر. يلا تعال اقرب هنا والحق علي من العنا، اختار انت اللي تجي ولا اجيب كلي انا. وش تنتظر الحقنا والحق علي من العنا، اختار انت اللي تجي ولا اجيب كلي انا. وارفق على حالي شوي الحق علي الحق علي. الله عليك، بنلحق عليك. بس أخبر مشاهدينا أن أوبريت الوفاء هو أوبريت وطني بمناسبة العيد الوطني 43 لدولة الإمارات العربية المتحدة، واللي سيرى النور إن شاء الله يوم 2 ديسمبر 2014. كلمات سمو الشيخ فيصل بن سلطان القاسمي، ألحان الموسيقار موسى محمد، بمشاركة الفنان طبعا حبيب الياسي، وتوزيع نشوان طلال. رحب بضيوفنا الأستاذ طبعا معنا علي الياسي، صاحب شركة اتش برودكشن للإنتاج الفني، وبعد هو المنتج المنفذ للشركة، والفنان المتألق دوما منور استديوهات الظفرة حبيب الياسي. حياك الله. الله يحييك ويبقيك. طبعا مستانس اليوم يعني متواجد اليوم في قناة الظفرة، وان شاء الله نكون ضيوف خفاف على قلوبكم. دوم دوم خفيف، وما شاء الله دائما يعني ما شاء الله عليك اطلاله رائعه. الله يسلمك. علي كان سمعت مقطع علي ما سلمنا على علي ما سمعنا علي طبعا لا اكيد بس احنا الاطلاله اليوم علي ما شاء الله يعني اول مره تجلس معنا. اول مره انت دوم متواجد معنا خلف الكواليس. خلف الكواليس صحيح. اليوم اول مره ان شاء الله الحمد لله امام الشاشه. الله يسلمك. الله يحفظك يا رب. نتمنى لك ايضا كل التوفيق، وما شاء الله عليك يعني اوبريت شيء جميل في الاتحاد. نشكرك على هذا. الله يرحمكم. انت الله مشكور. الله يحفظك يا رب. تفضلي. على طار الاوبريت، خبرنا انت صاحب الفكره استاذ علي، خبرنا عن الفكره ومتى تمت وكيف. امانه بالنسبه للاوبريت الوفاء، الفكره ماخوذه اصلا من القصيده نفسها. نعم. القصيده الاوبريت. الاوبريت نفسها. نفسها. اخذنا الفكره من القصيده وحاولنا ان احنا يعني نحط على ارض الواقع الفكره. نعم. يعني. الفكره طبعا هذا من تقريبا من 4 5 اشهر احنا شغالين على الموضوع. كنا نفكر كيف نطلع الاوبريت بشكل جديد. نعم. او نعمل شيء جديد. دائما الربع ما يقصرون يسوون الاوبريتات ويقدمون طبعا اشياء، احنا من الناس اللي نقدم يعني. صحيح. لكن هالمره حبينا نكون شويه مختلفين. 6 لوحات تراثيه اماراتيه، شكل تفاصيل هذا الاوبريت. نعم. كيف؟ طبعا اذا بنقدم حاجه لدولتنا اكيد نبغي نطلع شيء من البلد. نعم. لقاعات اللي عندنا الجو اللي احنا عايشين فيها. بس الجديد في الاوبريت
ان احن يبنى ناس من برا خارج دوله الامارات نعم يغنون باسم دولتنا الحبيبه اضافه ان احن يمكن سباقين في شغله واحده ان احن دمجنا الاعلاميين والفنانين من ذوي احتياجات الخاصه الرياضيين دخلت المجتمع بكامله اخذنا المجتمع بالكامل نفس ما تفضلت نعم. ودخلناهم في ملحمه كلهم يقولون في النهايه ان شاء الله ان شاء الله ناجحه بكل المقاييس ان شاء الله ان شاء الله. طبعا استاذ علي أوبريت الوفاء هو يحمل بين اكنافه انشوده حب وولاء للامارات وصاحب السمو الشيخ خليفه بن زايد ال نهيان رئيس الدوله حفظه الله واخوانه اصحاب السمو واعضاء المجلس اعلى حكام الامارات. تكلمتوا عن اللوحات الست، ما خطر لك تسويهم سبع لوحات على السبع الامارات؟ والله احن حتى بنسوي 10 لوحات اللي بيعمل ست اللي لكن الفكره وين طال عمرك؟ الفكره ان احنا لما بنسوي لوحه زياده معناته نحتاج الى 5 أو 7 دقائق زياده. الحين احنا واصلين تقريبا 20 دقيقة. 20 دقيقه ما شاء الله نوصل 28 29. هل بعد ما نعمل هذا اللوحه زياده اللي احنا راح نعملها هل احنا نقدر نوصل للمستمع؟ نعم. او نقدر ناخذ وقتنا يعني في البث وفي الامور الثانيه؟ فلذلك خوفا يعني تركيز على النوعيه اكثر من الكميه. نعم. نعم. هي تركيز ايضا هي لوحات تراثيه وليست لوحات تختص لكل اماره. نعم. حتى لا تفهم. نعم. خطا طبعا. نعم. اكيد طبعا. يعني حبيب احبك يا الامارات، كلمة السر اللي جمعت حولها نخبة من نجوم الغناء العربي، خبرنا عن من النجوم اللي موجودين وبعدين بتاخذ لنا واحد تعطينا مقطع من اغاني. طبعا تشرفت اني اول شيء بداية اني اكون ضمن الكوكبة اللي شاركوا في استاهل أوبريت الوفاء، وطبعا على راسهم الاستاذ سفير الاغنية العربية استاذ عبد الله رويشد. نعم. أوجه له تحية، وفارس الأغنية العربية أستاذ عاصي الحلاني، ولطيفة التونسية وأستاذ أحمد الجميري وديانا حداد ودنيا بطمة وهزاع وعريب وفنانة أروى وبمشاركتي أنا بعد معاهم. فبالتالي إحنا حاولنا بقد ما نقدر أن نختار اصوات من كل بستان زهره مثل وفي الالحان توقيعك. طبعا في الالحان كان معي طبعا الملحن الكبير الاستاذ موسى محمد. نعم. وشاركت انا معاه في بعض اللوحات، وكان من توزيع المايسترو نشوان طلال اللي بالفعل تعب معانا. وكان هذا المؤتمر الصحفي كان الخاص بالأوبريت المؤتمر. نعم، هاي صور من المؤتمر. نعم. طبعا الأوبريت خد مجهود كبير مننا. نعم. احنا مجهود فعلا كبير. اللوحات كان علينا ان احنا نختار طبقة أصوات التناسب طبعا المطربين والمطربات، فعندك انت طبقتين مختلفات. صحيح. والحمد لله قدرنا بعد العناء هذا قدرنا احنا نختار ونكون الشكل المطلوب. زي اخترنا الحين طبقه وغني لنا شيء على سهل اطار الطبقات. بما اننا احنا ايضا ما زلنا مع هذا احبك يا الامارات، من اللي اختار الاسم؟ امانه حبينا احنا كفريق نقدم شيء لدولتنا ونيب الناس نخليهم يجتمعون على حب الامارات. نعم. حلو. بس من خلال الشاشه. نعم. من خلال التصوير، من خلال الاوبريت. بلا شك الكل كان الحب والاحترام لدوله الامارات الحمد أكيد. لله. الحمد لله. لكن حبيناهم يطلعون هذا الشيء. نعم، لذلك بقت تحت مسمى احبك الامارات. نعم. الإمارات. نعم. أنا طبقه، ابى طبقه. تبى طبقه خديجة. نسمع. حاضرين. شو من الطبقات تسمعين زين؟ طبقة حبيب الياسي. حاضرين. Thank you.
علي يا اخوي لا تعزف تذكرني بخلاني وقلبي دايما يرجف وكثر الحب شقاني علي يا اخوي لا تعزف تذكرني بخلاني وقلبي دايما يرجف وكثر الحب شقاني وكثر الحب شقاني وكثر الحب شقاني وكثر الحب شقاني سلامة قلبك سلامة قلبك خذ العود علي رد عليه لا هو يطلب مني اني ما اعزف بالتالي انا ما راح اعزف لا نحن نبغى نشوف الحين يوم مشتاق طبعا انتوا المؤتمر الصحفي طبعا يعني تكلمتوا فيه واعطيتوا تفاصيل نعم. لكن ما زلتوا انتوا على قدم وساق في دبي لانجاز هذا الحفل الكبير طبعا في هناك تفاصيل ثانيه ما ذكرتوها في المؤتمر نحن ناخذها من عندكم اليوم والله شوف طول العمر قبل كل حاجه احب اشكر بنك العربي المتحد لان هم راعين رسميين للحفل للأوبريت الوفاء نعم واحنا كشركه اتش برودكشن فقط يعني منتجين منفذين للعمل هذا ما قصروا الجماعه بيض الله ويهم احنا اكيد في خطط عندنا مستقبليه وقاعد نسعى ان نطلع الاوبريت بشكل اكبر احنا الحمد لله الان يمكن صرحنا بعض التصاريح في مؤتمر صحفي والناس حابين يعرفون ان شو بعد هذا بعد هذا في اشياء كثيرة قاعدين نحاول يعني شغلة من الشغلات احنا حابين كل شخص يشوف ويسمع أوبريت الوفاء لان خاصة احنا قاعد نتكلم عن حب ولاء لدولتنا الحبيبة فلذلك في خطة ان نوزع تقريبا ما يقارب 200 الى 300 الف نسخة من السي دي ودي في دي مجانا على اللي نقدر نوزعها ان شاء الله طبعا نحن ندري ان الاوبريت لا يقتصر على نجوم الفن بل هو ضم بعد نجوم الاعلام والرياضه ومن الاسماء اللي كانت بينهم دكتور طبعا ما حفظ الالقاب ونوجه تحيه للجميع دكتور حبيب غلوم الكويتي حسين منصور المصري محمد كريم الاعلاميه لجين عمران البحرينيه اميره محمد دانا السالم شيما الدكتوره الاعلاميه تغريد إعلامية شيمة أحمد الكتبي عيسى بسيط البطل العالمي في رياضة كمال الأجسام ذياب العسيري أول مدرب وإبراهيم لا ما كان معكم لاعب كرة القدم إماراتي يعقوب الحسني بالإضافة إلى الشاعرة الطفلة الصغيرة التي تبلغ من العمر 7 سنوات خبرتونا عنها مزنة العامري كل واحد منهم شو أضاف شو كان دوره في هذا الأوبريت طبيعي أول شيء إحنا يعني نكبر لما نكون مجموعة طبعا ونجتمع على حب الوطن نعم احنا قبل كل حاجة حاولنا ندخل تقريبا يعني كل رقم واحد في مجاله نعم مثلا احمد بن هويد الكتبي اول بطل اماراتي للعبة جوجيتسو صحيح نعم بطل عالمي نعم ذياب العسيري نفس الشيء اول مدرب عالمي عيسى بسيط بطل كمال السم اول بطل اماراتي يعني الشاعره الصغيره اول شاعره عمرها 13 سنه يعني جمعتم يعني حاولنا نجمع الكوكبه جميله الكوكبة ما شاء الله لكن الفكره ان في طفل صغير قاعد يحاول يخلون العالم كلهم يتحدون على حب الامارات نعم رائع فكره
تصوير. نعم. وبالاخير احنا نوصل لهالمرحله انه من كل مكان من كل مكان يجون ويوصلون يقولون احبك. اي انت وايد تكلمت الحين. نعم. بديت اتصور الصوره امامي الان. اي نعم. وجمعناهم عند علم دولتنا الحبيبه. نعم ما شاء الله. وقدموا الحب للعلم دولتنا يعني. الله يحفظكم. الله يحفظكم. حبيب يعني خلال المؤتمر الصحفي في يعني الاوبريتات السابقه كانت تعتمد على تقريبا لحن واحد يتكرر في معظم الايقاعات وفي معظم المقاطع، لكن اتكلم طبعا ان انتم مختلفين في هذا الاوبريت ان شاء الله، لكن ايضا اعتمدتوا على ايقاعات والوان جديده. يعني ما فهمنا كيف ايقاعات والوان جديده، ولو ممكن ان شاء الله نسمع شيء من الالوان الجديده هذه من عندك. خبرنا اول شيء كيف ان يكون ايقاعات والوان جديده بما انك ملحن ايضا. طبعا احنا حاولنا قد ما نقدر ندمج اللون التراثي الاماراتي بالوان خليجيه اخرى. نعم. قدرنا تقريبا احنا استخدمنا حوالي 3 لوحات اماراتيه بالاضافه الى 3 لوحات عربيه. نعم. فالحمد لله قدرنا نوجد التمازج بين اللوحات. نعم. لان الايقاعات يعني يمكن ما ابغى ادخل وايد في التفاصيل. صحيح. في ايقاعات احنا موسيقيا نقول 6/8 و نعم. ففي ايقاعات سريعه وفي بطيئه، فحاولنا نمزج الايقاعات هذه مع بعضها. بالدرجه الاولى قدرنا نوفق بين الايقاعات، قدرنا نوفق بين المقامات الموسيقيه. كان صعب الموضوع؟ كان الموضوع تحدي صعب ولا؟ كان تحدي. نعم. وكان صعب الموضوع في حيث انك انت ترسم لحن او لوحه موحدة. في طبقتين. نعم. طبقة رجالية وطبقة نسائية، فبالتالي أنت لازم تراعي الطبقتين. نعم. يعني ما يكون فيه صعود للرجال وما يكون فيه نزول للمطربات. أو العكس طبعا. صح. أو العكس تدريبات لهذا الموضوع؟ طبعا لا، احنا كان عندنا بحث دائم، كنا نعم. نسمع في اليوتيوب، نسمع أصوات الفنانين اللي راح يشاركونا في الأوبريت ونسمع طبقات أصواتهم، وبالتالي احنا تخيلنا منو ممكن يمشي أكثر من غيره كطبقات. نعم بهالطريقة. نعم. زين الأوبريت إذا ممكن ما أدري تفصحون عن تكلفة الإنتاجية. لا تبتسم يعني لا فهمت. أوكي أروح سؤال ثاني. أوكي يلا عبد الله تفضل. طبعا أستاذ علي منتج منفذ العمل، كلمنا يعني جهد كبير وقت، شو الجهد اللي استغرق والوقت اللي أخذته لين يعني أنك أنت كونت وقدرت فعلا أنك توصل للمؤتمر الصحفي؟ هو محور السؤال من ماديا الى جهد ووقت. يعني انا برد على الاخت خديجه طبعا امانه. نفتح باب الرعايه من الان. نعم. اتكلم بكل امانه. نعم. وبكل صدق. احنا مهما قدمنا ومهما اعطينا لن يوفيها طبعا. لن يوفي القدم. نعم. دولتنا الحبيبه يعني، فبالتالي ما نتكلم عن المواضيع لان فضلهم علينا اكثر عنا. لكن لو جتنا رعايه بنقدم شيء اكبر. اكيد. فانا عشان قدمنا شيء اكبر. اللي بيراح حاضرين. قدمنا شيء اكبر. الحمد لله. ان شاء الله. بالنسبه للجهد طبعا في جهد، لان 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 انت بالاول عندك بس فكره. نعم. بعدين تبغي تنفذ الفكره. طبعا. بعدين مين اللي راح ينفذ فكرتك بس صحيح. بالطريقه اللي انت يعني. راسمها أصلاً في بالك. غيرنا كذا مخرج. نعم. لما وصلنا لشخص معين كذا مرة فكرنا أن نغير الأفكار، شو كيف نقدم الفكرة، لأن في النهاية حب الوطن. أوكي طيب إحنا بندخل الممثلين بندخل مش بس كيف نقدم طبعاً. وين نصور؟ تصاريح في بعض الأماكن ما تحصلها في نفس اليوم. صحيح طبعاً. كنا مفكرين اصلا نصور خلال يوم واحد. نعم. احنا بالبدايه حاطين فكره ان نجمع العالم نصورهم في يوم واحد. طبعا. بس بعدين بعد ما بدينا وخلصنا كتبنا عقد مع الجماعه ما قدرنا نصور في يوم واحد. ليش؟ بعض الفنانين عندهم ارتباطات. صحيح. وبعض النجوم نفس العمليه. فما كنا نقدر، تخيل ان حتى ساعات واحد بينا نفس اليوم اخر لحظه يبعث لنا مسج يعتذر يقول خلوه بعد بكره. فانت مجبور انك تطلع كاميرات ثاني مره وتغير من الفكره. طبعا. ومن المكان. التكلفه انتاجيه. فلذلك يعني احنا صورنا 8 أيام ورا بعض ما شاء الله بدون ما نرقد، وفي اليوم كنا نصور يمكن 3-4 لوكيشنات. حب الوطن عاد. حب الوطن. حب الوطن. تحدي كان عندنا. نعم. واحنا كنا الحمد لله يعني
كنا حابين الشغله رغم ان كنا نتعب كنا نحس انه قاعد ننجز. حب الشيء لابد انه تكون انتاجيه نعم ننجز حاجه وندخل المسير مثلا في جيره اخلص التصوير في جيره اوصل للشارجه اخلص من الشارجه عندي ابو ظبي يعطيك العافيه عشان اوصل ابو ظبي معناته انه ما في رقاد صحيح ان شاء الله النتائج الناتج بيكون ان شاء الله كبير ومبهر ان شاء الله نحن للاسف نوصل مع الفقرات الحلوه لنهايتها بسرعه الله يسلمك اليوم احنا كان في نتكلم الان عن حب الوطن وحب الامارات وكنا ايضا في حوار المساء نتكلم عن وثيقه الولاء والانتماء لسيدي صاحب السمو رئيس الدوله ربي يحفظه فاذا بنختم مع الطرب شيء نقدمه لرئيس الدوله ربي يحفظه ان شاء الله لكن قبل طبعا انت عرفت الاليه نحن بنختم بعدين انتم ان شاء الله تختمون يلا مشاهدينا نحن نشكر الاستاذ علي الياسي والفنان المتالق حبيب الياسي دائما على تواجدهم معنا في سهره مساء الامارات نتمنى ايضا نلتقي فيهم ان شاء الله مره ثانيه قريب في الأوبريت وبعد الأوبريت إن شاء الله. إلى أن نراكم إن شاء الله إحنا أيضا يوم الأحد في أمان الرحمن. إذا مشاهدينا لكم من أجمل تحية أحلام سعيدة ونهاية أسبوع بعد سعيدة تصبحون على ألف خير مع صوت الفنان حبيب الياسي تفضل. شكرا. عسى عيدك عوايد يا وطنا عسى عيدك عوايد بالفرح يا عسى ايامك عياد بالفرح يا عسى ايامك عياد يا وطنا عسى عيدك عوايد يا وطنا عسى عيدك عوايد بالفرح يا عسى ايامك عياد بالفرح يا عسى ايامك عياد يسلم لنا ابو سلطان قايد يسلم لنا ابو سلطان قايد له محبه سلام من فؤاد له محبه سلام من فؤاد يا وطننا عسى عيدك عوايد يا وطننا عسى عيدك عوايد بالفرح يا عسى ايامك عياد بالفرح يا عسى ايامك